السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. غرامة 5 ملايين جنيه للممتنعين عن تنفيذ قرار تسعير رغيف السياح. قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية اليوم السبت بتوقيع العقوبات المقررة على المخالفين لقرار تسعير الخبز السياحي للمخابز السياحية غير الملتزمة بوضع قائمة أسعار الخبز الحر، وكذلك الغير ملتزمين بالأوزان والأسعار المقرر للخبز الحر. وتصل العقوبات التي يتم تطبيقها على غير الملتزمين من المخابز السياحية بقرار سعر الرغيف الحر سداد الغرامة المالية التي نص عليها قرار رئيس مجلس الوزراء، وتبدأ من 100,000 جنيه حتى 5 ملايين جنيه. كما شنت جهات الرقابة التموينية حملات رقابية على الأسواق والمخابز السياحية للتصدي للاحتكار والتأكد من جودة السلع المعروضة وإتاحتها بالأسواق، والتزام المخابز السياحية بالتسعيرة المقررة للرغيف الحر وفقا لقرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بهذا الشأن. وحذرت وزارة التموين من عقوبات رادعة ضد مرتكبي جرائم احتكار السلع والغش التجاري تصل إلى السجن وغرامة مالية تصل إلى 2 مليون جنيه، لافتا إلى تصدي الدولة ممثلة في الرقابة التموينية بكل حزم لمثل هذه المخالفات. ويمكن للمواطن عند تعرضه لإحدى حالات الغش التجاري أو إخفاء التاجر لسلع أو الامتناع عن بيعها أو عدم التزام المخبز السياحي بالأسعار المقررة أن يقوم بسرعة الإبلاغ عبر أحد الوسائل التالية: عبر الخط الساخن لحماية المستهلك 19588، البوابة الإلكترونية للخدمات الحكومية الموحدة بمجلس الوزراء، الصفحة الرسمية لجهاز حماية المستهلك على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك من خلال التواصل الواتساب الخاص بحماية المستهلك على الرقم 015-47-49، الاتصال بالخط الساخن 16-280 والخط الشكاوي الحكومية عبر الخط الساخن 16-528 أو الصفحة الرسمية لوزارة التموين والتجارة الداخلية. شكرا لكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.